هلاو هلاو. فيلمنا الوسخ النهاردة بيتكلم عن باتمان بعد ما لقى ان حد تاني عمل دور وتقاعد قال يتجوز ويخلف ويعمل عيلة صغننة. بس مهمته هنا بقى مش انه ينقذ العالم، لا، مهمته انه يبقى اريال قد الدنيا. اما الصغننة كيودي تبقى اشكى طفل في ولاية درب التبانة. بتوصل المربية البيت عشان فيكو وميليندا عندهم حفلة برة، كل ده والامور زي الفل تمام. بيطلع لفوق وميليندا بتسأله البس ده ولا ده، فبيقول لها خليكي باللي لابساه عشان محتشم اكتر، وبيلبسها الشوز لانه زوج بيهتم بمراته وكمية حب غير طبيعية ما بينهم، وستيل الامور زي الفل تمام. بيوصلوا الحفلة اللذيذة وميليندا بتشوف جويل داخل الحفلة، فبتجري بقى عشان تحضنه وتبوسه وتقريبا قريبها فعادي عندهم يعني. فبيطلعوا برة بقى عشان صوت الاغاني كان عالي، وفيك بقى بيبص من فوق، ظلمناهم يا جدعان، طلعوا مش قرايب، لا دول صحاب بس قوي. ميليندا بتبص عليه وشكلها اتخض، لا دي ما اتخضتش ولا هو اتحرك. اوكي كده بقى الامور مش زي الفل تمام خالص. بتيجي ماري صاحبتهم بتسلم عليه وتقول له اوه ده جول مع ميليندا، انسجموا مع بعض بسرعه. هو بيقول لها ايوه شفتي بقى تربيتي. فبيقعدوا وماري بتقول له تعرف ان هي اللي دعت جويل هنا؟ فبيرد يقول لها ممكن تدعوا اي حد عادي. وماري تقول له بس هم عملوا قفه مع بعض. بيقول لها ما تيجي نسالهم. استغفر الله ابتدينا. وبنعرف في القعده القذره دي ان اصحابه ومعظم الناس عارفين اللي هو قراني بس مش باللفظ يعني، وهم خايفين على علاقتهم وما ينفعش تكون مغفل كده، وهو ولا هنا وبيقول انه مش فارقه. فبيخلصوا وجويل بيقابل فيك ويقول له ايه يا زميلي في الاقامه عامل ايه؟ بيقول له تمام انت تاني ها؟ قال له لا جويل. فرد عليه بيقول له غريبه اصل لما سالتها عنك قالت عادي ده هاني. طب هو يقرب لك؟ فجويل بيقول له انا ابن عمه. وبيشكره انه راجل شهم ولطيف بخصوص انه مصاحب مراته وانه مش بيعمل زي الازواج العاديه والغيره بقى والشغل الهبل ده. ففيك بيسال جويل انت اكيد سمعت عن مارتا ماكراي؟ فبيقول له الشخص المفقود. ففيك بيقول له كان بيشوف مراتي بقى كتير وكانوا صحابه كده، كان برضه بيقرب لهاني زيك يعني. فقتلته طبعا. جويل بيقول بص ما ينفعش تهزر في حاجه زي دي بما انه كان صاحبك. فبيقول له لا ما كانش صاحبي ده كان صاحب مراتي وتفرق. فجويل بيتصدم ويقول له هو انت بتهددني وانا مش مصدقك وكمان كنت بهزر في حكايه تاني انا قريبه من بعيد اصلا. فبيقول له براحتك. اللي على راسه بطحه بقى يحسس عليها وانا اصلا مش فاهمها كويس بس بسمعها بتتقال في المواقف دي. جويل بيجري بقى على بره وميليندا بتلحقها بيقول لها معلش ارجع البيت بقى اشوف راسي فيها بطحه ولا ها. وهم راجعين بقى ميليندا بتساله انت قلت ايه لجويل وهو بعد ما اتكلم معاك بقى مش على بعضه كده؟ فبيقول له ولا حاجه كنت بقول له اداك كان حلو النهارده فاستمر وان شاء الله توصل للتصفيات. بيرجعوا البيت وعشان الجو حر وكده قالت تقلع بقى. ففيك بيتصدم وبيزعق يقول لها بنت عيب المربية لسه موجودة انت بتعملي ايه؟ انا هنا بقى كانت هتأتيني قوة الشخرة اللولبية بس تمام. فميليندا بتقول له عادي يعني بنات زي بعض الله. فقال لها ايوه ما دي المشكلة لما يبقى راجل ابقى اعملي كده. بينزل لمعمل الحلزونات بتاعته والصراحة ده احسن حاجة فيه يعني وبنشوف حلزونات كده جميلة. تاني يوم بيوصلها المدرسة وهو راجع بتقابله واحدة وبتقول له ايه يا عم تيت بوندي قاعد بتقتلي في الناس ما كنت تقول لي اساعدك. بيقول لها انا كنت بهزر على فكرة ما اعرفش ليه خدها جد القفوش ده. هو مين قال لك؟ فقيته دي البلدة كلها تتكلم على الموضوع. بيرجع البيت وميليندا بتتعصب وتقول له كنت عارفه انك قلت لجويل حاجه وحشه ومارتن صاحبي هو وحشني وما ينفعش تهزر في حاجه زي دي. وفيك الراجل قوي بيقول لها انا اسف وعارف ان ما كانش ينفع اعمل حاجه زي دي. فتقول له يا حبيبي انت هتعتذر لجويل كمان مش ليا وانا عزمته على العشاء النهارده. اهلا قريب هاني ده انت وحشني وحش مراتي قوي اتفضل ادخل. ميليندا هنا؟ ميليندا لا هو انا وانت والشيطان تلتنا امزحها تعالى كلهم جوه ادخل يا روح امك. ميليندا الاكل جويل وصل. فبيروح يقول لبنته ده جويل صاحب مامتك زي مارتن كده روحي بقى اديله الميه وتفي عليه. ايه بس كيوتي ده. بيقعدوا قاعده مش حلوه في المائده الجميله دي وبيخبطوا في بعض بقى. البت بقى ميليندا بتطرقه وبتقول لتريكسي يلا بينا ننام وخد ابوكي بقى يقرا لك شويه حواديت بس خليه يقرا لك الكتاب كله اوعى خليه كروت. هو بيطلع ينايمها من هنا بينزل يلاقي ميليندا بتلعب اضحكني شكرا مع جويل من هنا. بيحاول يعمل اي دوشه في المطبخ وميليندا بتروح تقول له انا هغسل الحاجات دي بعدين انت بس روح ودع سر التفاح ده لجويل لحد ما جالكم. بيدخل عليه وهو بيتوتر بقى وبعدها يقول له على فكره انا مش جاي اعمل فيها جامد هنا انت كان ممكن تعتذر يعني انك كذبت وقلت انك قتلت مارتن ماكراي. فهو بيقول له مين قال انا كذبت انا قتلته فعلا وبالمطرقه. او ايه ده اوبر وصل انا طلبتش اوبر انا طلبت اتفضل يلا. تاني يوم بقى بيكونوا قاعدين عادي مع اصحابهم وفي الحوارات دي بنعرف ان فيج مهندس غير انه صنع درون للحكومه وكده اما الراجل ده كاتب بيكتب روايات وقصص وهكذا يعني. وبيسالوا اوه انت فيج فان الين انت اللي قتلت مارتن ماكراي ها؟ فالكل بيقول يا جدعان دي مجرد مزحه ما تكبروش الموضوع. بيروح لكيلي مرات دون وبيقول لها ما تيجي نرقص. بيخلصوا وبيرجعوا فميليندا بتقول له شكلك كنت مستمتع بالرقص معاها. بيقول لها كان ممتع عادي. فبتقول له وهي قمر وكده يعني واكيد عايز تقف معاها. فبيقول لها يعني اكيد يعني فكرت في كده بس مش اول حاجه جت في بالي. فالمحفظه بقى بتقع عند رجله وبتنزل تدور عليها فبتطلع تقول له ايه شايف احسن مني؟ بيقول لها مش قوي. فبتدوس على رجله فبتوجعه. بتدوس تاني فبتوجعه في بنت الكلب. وبعدها الحمد لله بتلاقي المحفظه بترجع تقعد مكانها.
بيرجعوا البيت وبعدها بنكتشف انك ما عملتش لا لايك ولا سبسكرايب لقناتنا. ليه كده يا ابني؟ استهدى بالله وانزل اعمل كده لحد ما يخلصوا. يلا. تاني يوم فيك بيجي له مكالمه من البنك وبيقول له ان في مبلغ قيمته 3000 دولار اتبعت لواحد اسمه تشارلز، ولما ساله ايه غرض من الارسال فقال له دروس عزف البيانو. بعدها بيقعد يتصل على كل المطاعم عشان اي حد يلاقيه كده بيعزف يعني النهارده، فبيعرف ان في مكان وواحد والعازف هو تشارلز. بيروح يقعد فيلاقي ميليندا هناك قلعت كده ويلا بينا تاخد الدرس. وبيرجع البيت فبيلاقي في التلفزيون خبر انهم عصروا على مارتا ماكراي بس مات. ميليندا بترجع البيت وبيسال عملت ايه النهارده عروسه، تقول له مش فاكر. بالراحه يا عم. فيك بيقول لها عايز اقول لك حاجه، مارتن مات ولقوا جثته. تاني يوم بيروح هو وبنته يشتروا الكلب اللذيذ ده، ولما يخلصوا بيرجعوا بالعربيه بيشوف تشارلز ماسك بوكيه ورد كده. بيرجع البيت بيشوف الورد قدامه بيعرف ان هو راح اداله لميليندا. على بالليل بيلاقي ان لسه مراته ما رجعتش وقاعد بيتخيل انها معاه دلوقتي. ترجع تاني يوم الصبح فبيسالها كنت فين من امبارح، بتقول له مش عايز ارد. طب انت بعت للشخص 3000 دولار ليه؟ مش عايز ارد برضه. فهو يتنرفز ويقول لها ايه اللي بتعمليه ده؟ تقول له عايز تعرف؟ عايز تعرف انا عملت معاه القف ولا لا؟ اسالني. عايز تعرف هو بيريحني ازاي وانا بريحه ازاي؟ اسالني. فهو بيقول لها مش عايز تفاصيل، انا عايزك بس تقطعي معاه. لا بص هنعدي المشهد ده لان الردود مستفزه وانا صحتي فيها المكفيه. بيروحوا حفله في بيت صاحبهم، بيلعبوا وبيهزروا وبيحطوا كوبايات في مخاها في ظهرهم، وفجاه بنشوف ان تشارلز مدعو برضه موجود. فبتاخده وتعرفه عليه ده تشارلز ويبقى ابن عم تاني. فهو تنا هاي انا تشارلز نايس تو ميت يو. ففيك بيقول له يا سلام تشرفنا وشكرا انك بتدي لمراتي درس بيانو. بيقول له لا شكرا انت اللي بتخليها تاخد درس خصوصي قوي للبيانو. بعدها بيروح المسبح وبيقعدوا يلعبوا مع بعض ويسلوا اللي فوق ويسلوا اللي تحت. واخينا ده بيقعدوا جواه شر مطلق بس ساكت. فجأة الدنيا بتشتي وطبعا بيجروا بقى يدخلوا على جواه عشان يلحقوا يدعوا كده، واخر الناس هو فيك وصاحبه مايلز. مايلز بيطلع وفيك وراه. بيدخلوا ويقعدوا جوه عادي. ميليندا بتلاقي ان تشارلز مش موجود فبتدور عليه، فبتطلع للمسبح بتلاقيه ميت وبتصرخ، والناس بيروحوا عشان ينقذوه بس توليت وبيلاقوه ميت خلاص. الشرطه بتيجي وبتقعد معاهم عشان تستجوبهم، فميليندا بتقول له فيك قتله، انا متاكده انه قتله. واللي قاعدين بقى مش بيصدقوا يقول ايه دي كده بطه في ايه. ويعدي اليوم ده والدنيا بخير. بيرجعوا البيت وفيك بيسالها لو انت شايف اللي انا قتلته ايه مش خايفه مني؟ بتقول لا حبيبي عشان انا الحاجه اللي انت بتقتل عشانها اساسا الحب. بيمشي بالعجله بتاعته ويقعد يفتكر الاحداث، وبنكتشف هنا انه فعلا غرق تشارلز وقتله. واو مش متوقع. مسكة. بعدها بنشوف ميليندا ايه ده اوكي هو نازله من غير كمامتها ماشي، وبتحضن واحد وبتركب مع العربيه. وفيك بيشوفهم وبيقعد يراقبهم. بيرجع البيت بينام تريكسي عادي، بيسمع ميليندا تحت بتتكلم مع شخص ده عن البرازيل وفي سفر وبتاعه كده. تاني يوم الصبح بتحلق شعرها عشان كان متشكاه وكده، وبتقول ان في حد هيجي يزورنا النهارده. وبنشوف ان الشخص ده توني ابن خالة هاني، وان الشخص ده هو صاحبها من زمان، وان هم عملوا القفه مع بعض قبل كده برضو. يعني حوارات مستفزه كده ملهاش لازمه. بعدها هما بيرقصوا بره رقص مثير وهو يلم الاطباق عشان الغسيل. هما بيطلعوا فوق عشان يعملوا واحد عنيف وهو بيطلع ويبص لها بصه واحد مخيف. بعدها بكام يوم بيركب العربيه ويقول ايه ده توني ايه الصدفه دي، قرايب هاني كلهم هنا، ميليندا بتدور عليك عشان عايزه توريك مكان، اركب اركب على طول. فبيوديه بقى في المكان اللي هو وادي كده وبعيد، وبعدها بيضربه بيرميه بيموت. بياخد كل حاجه فيه وبيشيله ويحدفه في النار يتاكد ان هو تحت تمام كده. تمام ماشي ويمشي. بيرجع البيت بيلاقي ان مراته وبنته رايحين الوادي اساسا علشان يغيروا جو، فبيقرر يروح معاهم لانه طبعا احي يعني. بيقعدوا مع بعض هناك وفيك بيدي لها هديه وهو كتاب فيه صور ليها واخدها وهي مش واخده بالها وحاجات رومانسيه كده، وبتفرح وبتحس ان قد ايه هو مركز معاها وفي تفاصيلها، فبتحس ان قلبها مل. فبيخلصوا ميليندا بتقول اه الوشاح بتاعي نسيته هناك. فبيقول لها انا هروح بكره اجيبه ما تقلقيش. ويجي بكره يروح يجيبه بالعجله، ما اعرفش ليه التعب ده، ما عندك ام عربيه بس اوكي. وميليندا بتدخل معمل الحلزوني بتاع فيك وهي بتفتش بتلاقي محفظه توني في علبه، فبتعرف ان هو قتله. فيك وهو هناك بيلاقي ان جثه توني طلعت تاني في الميه، فبينزل ويجيب عصايه كده عشان ينزله تاني. ودون بيظهر من لاوير وبيقول ايه يا حبي بتعمل ليه؟ فيقول له بعمل جوله هنا. وميليندا نسيت وشاحها ترارارا لقيته. فدون بيقول له انت بتعمل ايه تحت وماسك العصايه دي ليه؟ بتعلم الصيد. بيظهر بقى جثه توني ودون بيتخض ويقول ده صيد بجد حي، وبيجري بقى يركب العربيه عشان يهرب ويقول له. وبيحصل مطارده سريعه بين العجله والعربيه. انا كنت متاكد لسه انا هبعت رساله لكلي اقول لها هلحقه يعني هلحقه. كيبورد غبيك يا انت موبايلي لا 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 حي. ودون هنا بيموت. يرجع البيت وميليندا بتقعد تبص له وقالت له انا لقيت توني
وبتطلع وبنشوف انها حرقت كل الادله وقررت تكمل معاه هو وبس. اه يا شويه عيله وسخه. وخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا فولو صفحه ملخص بس بالسين، وسبسكرايب لقناتنا ولايك الفيديو لو عجبك، وبس كده.